سعادتكم، وبشكر حضراتكم دايما على التعاون المثمر بيننا. احنا دلوقتي طالعين هوا وهنطلع الرأي العام على ما بيتم من إجراءات. مساء الخير يا فندم، ازي حضراتكم؟ احنا دلوقتي قبل ما يعني نبتدي التعامل عايزين نقول دلوقتي ان في 16 مقر تم غلق بالفعل اليوم الثالث وبدء اجراءات الفرز. ما زال 116 مقر او لجنه خارج جمهوريه مصر العربيه على مستوى العالم بيتم تلقي الناخبين والادلاء باصواتهم. ما زال 5 مقرات لم يتم فتح اليوم الثالث، وجاري خلال الساعات القادمه حتى نهايه الساعه 7 مساء هيكون كده فتحت كافه المقرات اللي هم 137 مقر. برحب بحضراتكم. انا يعني عايزين نطلع معالي السفيره مي هانم في البرازيل، ممكن حضرتك تطلعينا ايه الموقف عند حضرتك؟ طيب معالي السفيره، معالي السفير مؤيد الضلعي ببوخارست رومانيا. الميوت يا فندم، الصوت يا فندم. تمام كده؟ تمام يا فندم، اتفضل. مساء النور يا فندم. احنا دلوقتي نفس التوقيت مصر، دلوقتي الساعة 5 4 سوري، وكل الامور ماشية تمام، ما كانش في اي مشاكل في اليومين اللي فاتوا. النهاردة فقط كان في احد الناخبين جه، ولما دخلنا البيانات بتاعته على السيستم اظهرت ان هو ليس له حق التصويت. تم ابلاغ الهيئه العامه للانتخابات وجاري حل المشكله. الحمد لله. في حاجه في السيستم او حاجه كده. غير كده كل الامور ماشيه بخير. الاقبال كويس. في ناس جم من خارج بوخارست ويعني كويس. طيب. عدد الناخبين. تمام يا فندم. هو المشكله اللي تم مواجهتها هي خاصه بالبطاقه، عدم ربطها لنتيجه الاصدار، فتم حلها بالفعل وتم التواصل على ما اعتقد مع عند سيادتك في السفاره، وتم تمكين المواطن من الادلاء بصوته، وعشان كده حتى يعني احنا يعني متواصلين ساعه بساعه لحل مثل تلك المعوقات والمشاكل. بشكر حضرتك على التعاون. شكرا. شكرا يا فندم. وبرضه ناكد بقى ان شاء الله مع الغلق ان شاء الله وعمليه الفرز وعدم اي اعلان، نظرا لان المختص باعلان النتيجه هو الهيئه الوطنيه للانتخابات. مع الشكر الجزيل لحضرتك فندم. السيد سفير علاء يوسف في باريس. مساء الخير سيد المستشار، مساء الخير على الساده الزملاء كلهم. الامور ماشيه على خير يعني على قدم وساق. ثالث يوم اقبال كبير على التصويت، ما حصلتناش اي مشكله. برضو كان عندنا بالظبط 4 أو 5 حالات بعد مراجعة الرقم قوي تبين عدم حقية التصويت، لكن تم حلها والأمور ماشية كلها أنا بشكر حضرتك. وشايفين برضو سيادتك على البث المباشر، بشكر سيادتك على التنظيم والعمل، وشايف التقاطر ومتواصلين مع حضرتك. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا لسيادتك يا فندم. السيدة معالي السفيرة نرمين هانم الظواهري في رواندا. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. السفارة المصرية في العاصمة الرواندية كيجالي فتحت أبوابها لأبناء الجالي الكرام على مدار 3 أيام مخصصة للاستحقاق الانتخابي من 9 صباحا لل 9 مساء. عملية تصويتية في اليوم الثالث بتسير الحمد لله بانتظام ويسر دون أي معوقات أو مشاكل، في ظل الإمكانيات اللي وفرتها اللجنة العليا للانتخابات والإجراءات التنظيمية واللوجستية اللي قامت بها البعثة الدبلوماسية المصرية في هذا الصدد. المشاركة من قبل أبناء الجالية المصرية واسعة رغم الطقس السيء اللي بيجتاح العاصمة الرواندية والسيول الشديدة. البعض بيأتي من خارج كيجالي لقيادة تمتد لأكثر من 3 ساعات في مشهد ورسالة إيجابية للمصري حريص في الخارج على التأثير وأن يكون له دور فاعل ومؤثر لمن يكون إن شاء الله السنوات المقبلة. الشكر الجزيل لحضرتك فندم، واحنا مع حضرتك حتى نهايه الغلق والفرز ان شاء الله. مع الشكر الجزيل لحضرتك فندم. اتفضلي فندم. سياده سفير ايمن كامل في سلوفاكيا.
سيادة القنصل العام أشرف بيت ديب في دبي. مساء الخير معالي المستشار، برحب بحضرتك وبالسادة الزملاء وبالسادة المشاهدين. هو الحقيقة الحمد لله الأمور عندنا في القنصلية العامة أو في اللجنة في القنصلية العامة أمور يعني ماشية على ما يرام، لم نسجل أي مشكلات، والعملية الانتخابات تسير بكل يسر وسلاسة وسرعة نتيجة طبعا النظام اللي احنا عملناه يسهل دخول وخروج المواطنين الناخبين، وهي الامكانيات اللي وفرتها الحقيقه الهيئه مشكوره من تابلتس ودعم فني وغيره. فالحمد لله الامور ماشيه كويس، وهننتهي بقى من التصويت يمكن كمان 3 ساعات الا ربع. خلاص شكرا جزيلا لسيادتك. ما برضو شايفين البث والمباشر، وبرضو سيادتك مشكورا على التنظيم والعمل الجاد، يعني واضح فندم، ربنا يخلي سيادتك يا فندم. شكرا، واختيار برضو القاعة وتنظيمها واضح، يعني شكرا جزيلا يا فندم. ده واجبنا يعني يا فندم. شكرا. هو 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 انا لمسه، انا وحتى مجلس إدارة الهيئة بيشيد بالتنظيم القائم به السادة السفراء على كافة المقرات، 137 مقر، وده العمل ده ينم على الوطنية والانتماء. بشكر حضرتك يا فندم. معالي السفير بسام راضي في روما. مساء الخير سيادة المستشار، ومساء الخير على كافة الزملاء والزميلات في جميع السفارات في الخارج والقنصليات. الحقيقة طبعا يعني أنا الأول بشكر الهيئة الوطنية، لأنه الجلسة التحضيرية اللي كانت قبل الانتخابات بالزوم وضحت أمور كتيرة جدا تنظيم الانتخابات. الأمور تسير بسلاسة يعني ممتازة بالنسبة لاستقبال المواطنين ولإدلاء صوتهم. موضوع الاتصال المباشر بقراءة سواء الرقم القومي أو الباسبور يعني بيتم بسرعة ممتازة، الدعم الفني موجود، يعني ليس هناك اي مشكله حدثت ممكن ان احنا يعني نبرزها. هو بس في تساؤل وحيد من السادة المواطنين انه الرقم القومي ممكن قبوله في حاله ان هو يكون ساري او غير ساري، الامر مش منطبق على الباسبور. هي دي يمكن حاجه سؤال قاسم مشترك ما بين السادة المواطنين، لكن ما عدا ذلك الحقيقه الامور بتسير بسلاسه، وانا شايفها يعني هو احتفاليه في حب مصر ايا كان الاختيار. ونسبه المشاركه بالنسبه للجاليه في ايطاليا نسبه تعتبر نسبه جيده. طبعا يوم الجمعه كان يوم عمل في ايطاليا زيه زي اوروبا، زاد النسبه زادت امبارح يوم السبت، والنهارده اعتقد انها تضاعفت اكثر لانه طبعا بطبيعه الحال اخر يوم الويك اند. فالامور على ما يرام، وبكرر الشكر لسيادتك والهيئه الوطنيه. شكر جزيل لحضرتك وشكر موصول. هو واضح فعلا الاقبال يا فندم في البث المباشر برضو على روما، وبرضو بشكر سيادتك على التنظيم، وواضح ان زياده الاقبال فعلا النهارده واضح من الصوره. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. السيد السفير مختار وريده من الجزائر. مساء الخير يا فندم، مساء الخير. طبعا احب اطمن حضرتك وكل الساده المشاهدين ان الحمد لله العمليه الانتخابيه في مقر سفاره دول مصر العربيه في الجزائر تسير بصوره سلسه ويسيره وبانتظام، على سواء اول امس او امس او اليوم. في توافد مدير المصريين سواء من الجزائر العاصمه او مختلف الولايات الجزائريه على المشاركه، واحنا في السفاره المصريه بنرحب بيهم ونقدم لهم كل التسهيلات اللازمه، ونحرص ان هم يشاركوا في الانتخابات بصوره فاعله. وطبعا بالتاكيد لو في حاله اي استفسارات او في تواصل مستمر مع الدعم الفني للهيئه، ويتم الاجابة على كل التساؤلات في وقت سريع جدا. الحمد لله الامور على ما يرام. شكرا جزيلا. مع الشكر الجزيل لحضرتك فندم، بالتوفيق ومع حضرتك حتى نهايه الغلق وتمام الفرز. مع الشكر الجزيل لحضرتك. السيد السفير بدر عبد العاطي في بروكسل. السيد السفير محمود عفيفي في تشيك. مساء الخير معالي المستشار، وتأخير على والسادة المشاهدين. هي
العمليه الانتخابيه في السفاره المصريه في براغ مضت بشكل سلس. الحقيقه كانت انا بسميها مظاهره حب من جانب المواطنين المصريين القادموا الى السفاره، ومن المواطنين القادموا حتى مع اسرهم الاطفال الشباب. يعني جاءوا الممارسة حقهم الدستوري، الإقبال كان جيد قياسا بالمناسبات السابقة وقياسا بسوء الطقس. الفترة دي هناك طقس سيء في هذه المنطقة، ولكن عدد كبير من المواطنين قدم لله أصوات، منهم من قدموا من مدن خارج العاصمة رغم الطقس السيء زي ما ذكرت حضرتك. عملية التصويت الحمد لله مرت بسلاسة شديدة، وأعتقد أن العنصر الرئيسي لعب دور حسن الترتيبات والعملية التنظيمية خاصة على المستوى الفني جرت في الفترة السابقة على الانتخابات. شكرا جزيلا فندم. هي طبعا يرجع لإدارة المنظومة وزارة الخارجية وحضراتكم. شكرا جزيلا لحضراتكم يا فندم. معالي السفيرة نيفين الحسيني في لواندا أنجولا. مساء الخير، بشكر حضرتك على تنظيم اللقاء. احنا خلال الايام الثلاث لاجراء الانتخابات عمليه التصويت تمر بوتيره جيده. الحقيقه الاجراءات سهله، ويعني بشكر حضرتك واللجنه على الاجتماعات التي سبقت اجراء الانتخابات وتسهيل استخدام الآلية الإلكترونية لتسجيل المواطنين إلى آخره. بالفعل لم نواجه أي مشاكل في هذا الصدد، نلاقي الإقبال على من المواطنين على التصويت، ويعني بنلاقي حرص من أفراد الجالية على التواجد في لواندا رغم بعد المسافة ما بين بعض الأقاليم خارج العاصمة والعاصمة، ولكن نجد حرص من أعضاء الجالية على المشاركة في الانتخابات. شكرا جزيلا فندم حضرتك برضو حتى نهاية الغلق وتمام الفرز إن شاء الله. مع الشكر جزيلا لحضرتك. سيد سفير خالد عارف داكار السنغال. مساء الخير معالي المستشار، شكرا لتحت هذه الفرصة. أنا أحب أوجه لكم الشكر على التنظيم والتنسيق الرائع بصراحة العملية الانتخابية هنا في دكار بتسهيل ويسر وسهولة، وإن في إقبال بصراحة كبير من كافة فئات المجتمع المصري سواء صيادين أو دكاترة أو مهندسين أو رجال أعمال وطبعا البعثة الأزهرية، والعملية تسهيل ويسر وسهولة. وكمان يعني أحب كمان أوجه شكر خاص للجانب السنغالي اللي بصراحة لم يتأخر أبدا وموفر لنا كل الإمكانيات، وشكرا يا فندم على كل حاجة. مع الشكر جزيل لحضراتكم جميعا، واحنا مع حضراتكم حتى تمام الانتهاء من كافة أعمال الانتخابي في تمكين المصريين في الخارج بالله بأصواتهم حتى نهاية الساعة 9 مساء وفقا للتوقيتات المحلية لكل من هذه اللجان حتى تمام الفرز، واحنا مع حضراتكم أول بأول. بشكر حضراتكم، وبرضو أحب أكرر تاني أن احنا تم غلق 16 لجنة خارج جمهورية مصر العربية، وما زال 116 مقر يعمل لإدلاء المصريين بالخارج، وفاضل 5 مقرات سيتم تباعا خلال الساعات القادمة حتى الساعة 7 مساء. هل معاديك في أحد السادة؟ بلجيكا دخلت. طيب معالي السفير بدر عبد العاطي في بروكسل. أهلا بسيادتك يا فندم، احنا بالفعل الأمور تسير بشكل جيد للغاية. عندنا السبت والأحد أعداد غير مسبوقة يعني في كل الاستحقاقات اللي تمت في السابق، وده بيعكس طبعا وعي المصريين المقيمين على الأراضي البلجيكية وأراضي لوكسمبورغ. الكل يعني لديه رغبة إن هو يشكل طبعا مستقبل الوطن من خلال هذا الاستحقاق الرئاسي الهام. كان ملحوظ إن فيه مجموعة كبيرة من الشباب، من المرأة، من كبار السن، من ذوي الاحتياجات الخاصة، الكل تدفق بالأمس واليوم رغم الطقس السيء. وكل الشكر والتقدير للهيئة الوطنية ولوزارة الخارجية على كل التسهيلات اللي مكنت البعثة
انها تتولى الامر بشكل سهل وسلس وبدون اي مشاكل. وبالفعل الدعم الفني عند سيادتك كان ليه دور مهم جدا في بعض بطاقات الرقم القومي اللي لا يتم قراءتها من خلال التابلت، بيتم حل المشكله على طول من خلال الدعم الفني. كل الشكر والتقدير، وان شاء الله مع سيادتك حتى الاغلاق والحصر والفرز وموافاه وزاره الخارجيه بالنتائج. يا شيخ فندم، مع الشكر الجزيل يا فندم. هو بس هي تصحيحا، هو النتائج للهيئه الوطنيه للانتخابات، يعني هو وزاره الخارجيه اكثر منها تجميعا. ما لا، هي برضو هو انا رايي عشان بس صح يا فندم. تمام يا فندم، مع الشكر الجزيل لحضرتك فندم. معالي السفيرة مي طه البرازيل. معالي السفيرة مي، صباح النور فندم. احنا هنا بداية عمل اليوم الثالث بالانتخابات في البرازيل. انا بقى بالبعثات اللي التنسيق اعملها بعد كل العالم ياخد استدعاء اليوم. حقيقة في البداية خالص احب اوجه الشكر للهيئة العليا للانتخابات وبالذات للطاقم الدعم الفني، لان الحقيقه كانوا معانا فيها في الدقيقه 24 ساعه اي مشكله بيحلوها لنا. احنا دلوقتي حدث اليوم زي ما قلت لحضرتك اليومين اللي فاتوا، الحقيقه انا ما كنتش متوقعه الاحداث ده، لان والمسافات عندنا، لكن كان في حرص شديد من بدايه اليوم الاول لغايه ان في حد جالنا الساعة 9 إلا ربع أول يوم قبل ما أعمل اللجنة تفتح تشتغل. يعني أتمنى النهاردة إن شاء الله، يعني أتوقع العملية هتمشي بانضباط ويعني بالتوفيق للكل. بشكر حضرتك يا فندم، وطبعا ده واجب وطني للكافة. مباشرة حقوق السياسية ده حق من الحقوق الأصيلة للمواطن، وبالتالي من كلام حضراتكم أنا بوجه الشكر لكل المصريين المتواجدين في الخارج من الإقبال الملحوظ على كافة الشاشات اللي احنا متابعينها وفقا للبث المباشر، واحنا مع حضراتكم حتى تمام الفرز. والغاية من عدم الإعلان لأن لسه انتخابات الداخل وبيتم تجميع الخارج مع الداخل، فهذا السبب. بشكر حضراتكم، واحنا مع حضراتكم لغايه الانتهاء من اعمال الغلق وتمام الفرز وتجميع الحصر العددي لادراجه بالانتخابات في الداخل لقيام الهيئه الوطنيه برئيس مجلس اداره الهيئه لاعلان النتيجه النهائيه ان شاء الله. وبشكر حضراتكم، وبرضو بعيد تاني انه تم غلق 16 مقر وما زال 116 يعمل لتلقي تصويت المصريين في الخارج، وما زال 5 مقرات لم يتم الفتح نظرا لتوقيتات اختلاف التوقيت المحلي. الساعات القادمة مع نهاية الساعة 7 مساء هيكون تم فتح كافة المقرات لليوم الثالث. ومع بشكر حضراتكم وهنتابع مع حضراتكم أول بأول كافة المستجدات. شكرا جزيلا لحضراتكم فندم، وبالتوفيق. شكرا فندم. شكرا فندم.